اختار الأهل مع انتهاء المدرسة اختيار النشاطات الأنسب لأولادهم لتمضية فصل الصيف، فبين الرياضة والمخيمات الصيفية والهروب من الدرس، شو ممكن تختار؟ 88 11 minus 73 12 minus 38 54 25 minus 62 81 minus 98. زيادة الثقة بالنفس، تطوير الذكاء والتركيز تنعكس بشكل مباشر على أداء الأولاد بالمدرسة وعلى علاماتهم الأكاديمية إذا اجتمعت مع التسلية ولعب الإكس أو والذاكرة والحساب. هيدي اللعبة هدفها ميموري باور، الذاكرة أو الذاكرة. رح يكون عندنا زهر، هيدا الزهر فيه ألو ألوان، أحمر وأخضر وأصفر وأزرق وأورنج، كل الألوان. هتلعبوا ضد بعض لنشوف مين ذاكرته أقوى من ألعاب ليسي ماسكي نسمعها. ريدي؟ ستارت. Green, yellow, red, pink, rose, pink. سوروبان طريقة يابانية لتطوير عمل دماغ الأولاد، موجودة من 500 سنة قبل الميلاد. شو أهميتها وكيف بيتم تعلم الحساب من خلالها؟ أداة الأباكوس المعروفة عالمياً واللي نحن بنسميها باليابان سوروبان. هيدي الأداة هن اللي لاحظتوا أنه تلاميذنا عم بيحركوا إيديهم، عم يتخيلوا هاي الخرزات عبارة عن بيتس قدامهم، عم بيحركوا بيطلعوا بهيدي الخرز. كل ما بيحركوا بيطلعوا كأنهم هن عم يتخيلوا بالإيماجينيشن تبعهم، بالخيال تبعهم أو بالتصور، عم يتخيلوا الأرقام. فهيدي الطريقة اللي هي سوروبان هونت على التلاميذ العمليات الحسابية المنتل أريتمتيك، لأصبحوا فيها أبطال بالحساب الفوري السريع. 4,895 divided by 7 = 69.28571428574.